نشيدين بس كل ثلاث ناشد كلهم تفاؤليات. يعني نشيد ناصر ايوه حتى لو يصير مواد مش مشكلة. بدراني انا مخاطب خلاص ما اعرف نشيدين ونشيد هشام يطايع الوالد. لا ادري لكن ناخذ هنا مش الافضل ان يكون في النقل. يا الله واحد لي لكن باقي لا والعجم ما يصلح اخر شيء هو يذكر الاب وكذا الحل الوحيد وحدها نجحت فيها او فشلت واسباب الفشل عمر بعد عمر مستفيد بعد عمر على طول ما يبغى لازم خلال بالزاوية في كاميرا هناك يشبك كاميرتين كمان تلقطك ولدي ولدي فين ولدي ما يبغاك تتصور خطير كاني والله خطير خليك بيطلعك من المولد بلا حمر. أنا ودي هنا. أحسن. ودي هنا. على حسن أنا. علي لا تسوق لي إنك أنت وأنت فاهم. ها؟ سوي إنك أنت. يا اخي ناصر كم مرة تفطر يا ناصر؟ والله مرة
نجيب. ايش الغداء اليوم يا نجيب؟ ايه ما شاء الله، اول شيء احنا بنتاكد ان الله صالح صالح صالح. ايه ماما تريق على السؤال الازرق، فحركت السؤال الازرق هذا خلاص. ايه ما شاء الله، هذا اليوم من الشام. هذا رز الشام، رز الشعريه، رز الشعريه. لا هذا شعر لقينا، الله يبارك فيك. لا والله وهذا وضع الرجيم، خلونا واقفين. هذا هو الرجيم، ثلاث لقمات رز الى خمسة. اذا غلط، اذا غلط ارجع من جديد. هذا ما يضر. قالوا لنا امبارح تقلت بالعشاء. والله بالغنا، والله اول مره شفت وضع خطير. انا ابراهيم اربع وجبال ثلاث وخمسه ثلاث ونقول مسوي الريجيم. ايش رايك ابراهيم؟ انا مشروع ايش؟ مشروع شوي. وانت مشروع ايش؟ سبحي. ترى ابراهيم هذا، هذا تعرف العسل؟ هو الاعسل. الله يبقى. حسن ما راح تغدى يا حسن؟ الا والله جيعان، ما فطرت ولا تغديت، ماني عارف ايش قصتك مسوي انت من الحين في كل مكان، في الاكل وفي الشرب وفي النوم. حطوا له يا حسن. اسمحوا لي بدون حماس. شباب على الصلاة، على الصلاة. إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها. طب اترك الشاي. انت بسيوني في كل مكان يا عزيز. انت ليش ما في المسجد؟ الى المسجد يا عزيز. اذن يا شيخ. يلا انت اذن. يلا اذن يا شباب. هيا شباب. يلا ايوب، صلاة صلاة ايوب، صلاة يا عباد الله. ثاني امر انا نجي نصلي. تعمل ايه يا غزي؟ طب ما اخذ لنا وصلاح كبير. انا بوش يوزع النفس. خرج معك اتبقى بس زيتين. الله عليك. مين يا خالي؟ لا بوش حركنا وقمت اخرج خليك شوفك. سبعة قال لك اياه ولا بس لك؟ قال له بس لك اعتبقى كيف ما وصلوا الكبير بس. خالي كمان سبعة خالي. جاي عليك، جاي عليك مخلوق خالي. استاذ سامي ايش تحضر لنا؟ الله يسلمك، انا بحضر الدرس فيزياء. بس نجب هي يعني تصفى الحال كلمة ايوب الحال. اي والله ايوب جو الحال. والحاله طبعا من الف الى ياء. الله يسلمك ايوب، بس انا مساعد له يعني. الله يستر. ولا ايوب اصلا يا شوف سوف اصدر هذا القشط الى المغرب. تحياتي وسلامي. يا سلام يا زلمه. انا بسن اسناني عشان انك تتطيب وعليك طيب. انا ودي وبي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قدم قدم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اقدم لكم اليوم وصفه القشط التي تعلمتها من ابو عمر جزاه الله خيرا. فاول شيء يجب ان يكون خامسا ولا يضحك لك. يلا خامسا طق حقك. اساسيه نجاح الوصفه
ثانيا يجب ان يكون جالسا قلبك عمر الدغيعي. نعم. وهاني مقبل. وشيف شينكو ايضا. لا يجب للشباب. تخرج اول شيء تقوم بفسخ السمك. نقول تغسل النواه عن السمك. ثاني شيء تحتاج الدقيق الاسمر والدقيق الدقيق الابيض تضعه هنا في القدر. ثم تحتاج السمن او الزبده او الزبده. تضع الدقيق الاسمر والابيض حتى يطق حليك حتى يطق وانت حتى حليك. دع عبد الرحمن دائما صامت لا يتكلم. بعد ان تضع الثمر على الدقيق الاسمر والابيض تحلل جيدا حتى يلتزموا مع بعض حتى يتعرفوا على بعض. تصبح الدجاج بينهم. الله قاعد ياخذ والدجاج بعد بينهم. بعد ذلك تضيف السمن وتضيف الزبادي. بعد ذلك تنجح الوصفه. فبعد ان نجح الوصفه ممكن ان تقول لعبد الرحمن تكلم الان. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوب على ايش الهرجه هذه؟ ها؟ في ايش يا حسام؟ والله ما ادري قاعد اكل حلقوم بطعم التوت. عندك الله يطعمك. الحين شو اسمه المسجد سميناه باسم عبد الله الغيثي. اليوم راتب كاتب في الجروب يقول عبد الله الغيثي خل الملعب باسمك، خل الملعب اللي فيه حتى اللي تحت اللي مدفون يقول تحت الارض، وخل المسجد باسمك. يلا عبد الله الغيثي ابدا ما شاء الله كل شيء الا ان المسجد يصير باسمك. قال راتب انا اخوك المسلم. مين كسر القواعد غيري؟ ما كسر احد، ما في احد. ليش تكسر القهوة؟ ما كسرت القهوة. هي مين كسر؟ هي جت في امريكا. ايش سوينا؟ خليها تطلع من امريكا. انت فني؟ شرب وطا من ضرب العاود، شرب وطا، شرب وطا من طش القهوة، شرب وطا، شرب وطا من طش القهوة.
انت ولا اي واحد؟ ايش السؤال المحرج؟ شوف الاشجار، شوف الاشجار والله لا خلها في مخباتك. ما هب اليوم ايش اعطني سؤال الحين تبغاه كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا الشيخ ناصر، وش رايك بموضوعنا اليوم؟ يستاهل من يسولف فيه؟ والله يستاهل، والله هي فكرة. نبدأ من عندك سجود، عادي نبدأ من عندك سجود والله. والله قوية يعني لما قلت لك يستاهل. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا. يستاهل البال من ضيع دفاه. لا يستاهل. بسيوني انت ورانا ورانا يا بسيوني والله. بسيوني حبيب قلبي وعيوني هي كثيره لكن انا سني على سود تبشر الوجه صاحبي يا العروض يزيدني الشوق من فما يبقى يلتفت كل ما يجي يخطو خطوة للأمام يرجع للوراء. أدري مين كان هو صغير يقول التجارب هو يقول والدختي أظن هي جايو في القرار التجربة في اتخاذ القرار. سوي كذا سوي كذا إبراهيم لأن واحدة ذي إيه. فمن بينها قضية أنا لما كملت الثانوي إحنا الاختبار الثانوي في الجزائر، في الجزائر يعتبر شيء مفصل يعني هو أصعب من الماجستير وأصعب من الدكتوراه بسبب أنك تمتحن أولا من أساتذة لا تعرفهم يعني لا يعني طريقة الأسئلة أنه يكون مكان لا يوجد فيه نت ولا يوجد فيه جوالات وعليه حراسة أمنية مشددة إيه العامة العامية. ثم والله حتى تأخذ الأسئلة منهم بالطائرات بالهليكوبتر وكذا تحت حراسة أمنية مشددة. إيه والله جد معقول نعم حتى في المغرب هذا الشيء. تأمل معي وين الإشكال. أنا مثلا من محافظة ولاية اسمها باتنا أكتب بلهورة إجاباتي حتى ما يظهر فيها تلاعب تصحح في محافظة أخرى ومحافظة الأخرى تصحح مثلا عندنا وبأرقام ليس بالأسماء. مثلا ناصر سعد الله أكتب اسمي ثم هم لما تصل عندهم الورقة في جزء يقصونه يحطوا مثلا قاف واحد وقاف واحد فهم لما يجي يأخذ الأسئلة الإجابة ما يقول وين ناصر سعد الله لأنه كذا قد يكون عهد ذهني أو تقع في يد واحد يعرفك. لا هو يتعامل مع القاف مع الألف مع النون مع الرموز. والله تشديد لا لذلك من ينجح عندنا في الثانوية العامة يعتبر شيء كبير. قلت لك أصعب من الماجستير وأصعب من الدكتوراه لعدم ثقة بس. المهم لما جاء هذا التخصص الحمد لله بفضل الله وش قال غزي؟ بقول لك عدم ثقة شاكين في بعض كلكم. لا بالعكس لذلك من يتخرج من هذه معناها أنه كفء فعلا لأنه إذا صحح لك الأستاذ اللي تعرفه وصححت في البيئة اللي أنت تعرفها ما هو مقياس فتروح. فأنا يوم نجحت في هذا الحمد لله من أول ما لأنه لذلك حتى من يعيد السنة في هذه ما يعتبر عند الناس إشكال لأنها صعبة على الجميع. الحمد لله أنا ما عدت سنة في حياتي ف فلما نجحت فاخترت مباشرة إعلام. هذه قضية أنا اللي أقول لك التجربة طيب هذه اللي أقول لك قضية التجربة واتخاذ القرار. فلما اتخذت القرار بالإعلام بعد أن استشرت واستخرت وشفت فكان كل ما أمشي خطوة يقولوا البعض لا والله أنت مفروض يعني روح التخصص مثلا شرعي لأنك متمكن فيه وكذا. فأنا كانت عندي قناعة أنه الإسلام يخدم في المسجد في المنبر ويخدمه الصحافي في قناته وإذاعته وصحيفته الطبيب في عيادته المهندس في مصنعه. فما كنت أتراجع يعني لدرجة حتى واحد يقول لي يعني تخيل أنت يعني بعدها راح تلقى قناة أنك تقدر تعمل فيها. فاستفدت شيء أني ما أنظر لأي مثبط ما أتنازل يعني تجربتي في الحياة أنه القرار إذا اتخذته عن وعي إذا استشرت فيه من أثق فيه واستخرت لأنه لو تأخرت خطوة هذه راح كانت تضيع علي فرق. والحمد لله نجحت في التخصص الشرعي وأنا ما درست أكاديميا درست عصامي ونجحت في الدراسة الإعلامية يعني في الدراسات الأخرى كل تخصص بذلت فيه يعني فكان قضيتنا هذه لو الإنسان لما يتخذ قرار تمشي سنة اثنين لو كل شخص جاي أثر عليك والتفت له راح تضيع عمرك. فأقول يعني من تجارب هذه الحياة أنه الإنسان إذا كنت ذا عزم فكن ذا إرادة فمن فساد العزم أن تتردد. الله أكبر الله يسلمك تاج راسي. عايز أحكي قصة وكإضافة إضافة لما قاله أبو عبد الرحمن
من يعدون الأسئلة الامتحان للبكالوريا في الثانوي يكونون في فيلا معزولة عن 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 الكل، ومنزوعين الهواتف لمدة 30 يوم يعني شهر، والآن الكل يكون مقطوعين معزولين عن العالم لكي يعدوا الأسئلة. يعدون ويأكلون ويشربون وينامون وعليهم حراسة سياج أمني، هذا اسمه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، معروف مكانه، هو مراقب بكاميرات ثم تنتقل الأسئلة عبر كل مناطق الدولة. حلو ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية ناصر. تاج راسي. أي والله. وهي نختم بهذا الكلام. تجربة خاصة. لا أنا كنت عايز أعلق على كلام الشيخ ناصر، كنت عايز أحكي قصة صغيرة كده بتاعت الضفادع، مش عارف أنت عارفينها ولا لا. ثلاث ضفادع، هي قصة تعقيب على تجربة شخصية. ما انا كنت ضفدع فيهم. هو متفق بالرجال. لا كنت اقول الرجال ده تعبك والله. احكي لنا عن الضفادع. لا هو يعني اكبر تجربه انا مريت بيها. هذول ثلاث ضفادع. اطلع برا علي. يلا بيحكي. احسنت عمر اختيار الموضوع والله. موضوع جميل. انا اكبر تجربه مرت عليا العمل في الوسط الفني في مصر. دي اكبر تجربه قاسيه ومثمره بالنسبه لي. العمل الوسط في الوسط الفني بيئة غير نظيفة يعني بالمرة، يعني فيها بعض الأشخاص معدودين على الأصابع هم اللي ممكن تلاقي فيهم شوية يعني أمل، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى أنا خرجت منها سليم يعني وبمزاجي، يعني مش غصب عني زي ما قلت قبل كده، أن أنا يعني دخلت بمزاجي ما جيتش غصب عني. حلو. فالحمد لله رب العالمين، ربنا نجانا يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كانت تجربة يعني تحس انها ناجحة او فاشلة؟ هي ما بين الفشل والنجاح، لان انا يعني الحمد لله ما فشلتش فيها، الحمد لله رب العالمين في التجربة دي ما فشلتش فيها، وتعلمت منها، تعلمت منها اللي انا بعد كده نفعني كتير يعني. يعني بعد كده نفعني الحمد لله رب العالمين خبرتي في المجال، في مجال التمثيل او في مجال المسرح، ودراستي نفسها كمان نفعتني. كنت انا في سنه ثالثه، السنه اللي هي قبل البكالوريوس في المعهد العالي في المسرحيه. سلام. كان عندي تخبط، هل اسيب ولا اكمل؟ كنت خلاص بطلت تمثيل في الوسط، ومش عارف اخد القرار، هل اكمل سنه رابعه دي، اخد السنه اللي باقيه دي عشان اخد البكالوريوس، ولا اتوقف، لان كان برضو الجو فاسد يعني، الجو مش ما يصلحش اللي انت تنتج فيه انتاج طيب يعني، مظبوط، وتحافظ على نفسك. فالحمد لله ربنا عني وحافظت على نفسي وكملت، كان قرار يعني مصيري يعني الحمد لله رب العالمين. يا سلام. الحمد لله. شيخ علي. نعم. سولف علينا. والله بصدق كانت لي تجربة، هي سبحان الله قضاء وقدر من الله، هي يعني هي سيئة لكن أنا استفدت منها. في فترة يعني منذ الطفولة منذ الصغر في خلوات التحفيظ وفي حفظ القرآن ومشي كويس وتمام، وبصدق يعني كنت نلعب يعني في كرة القدم نلعب كويس ومهارات فالتحقت بالنادي الفترة. التحقت بالنادي الفترة. فاستمريت والله عز وجل فتح علي في هذا الموضوع ومشيت يعني، وصرت حتى في المنطقة اللي أنا فيها بين الأندية وكذا نجم. فهذا السبب خلاني نترك التحفيظ والخلوة والمساجد، يعني في فترة المساجد ما نشوفش فيه يعني، اليوم نص يومي أو أكثر في النادي، ما بين تمارين ما بين يعني كل شيء في النادي ضايع 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 سبحان الله. فاستمريت على الموضوع هذا فترة، لكن ما زلت موجود يعني صلوات وكذا، لكن الخلوة والمسجد وكذا ابعدت عن الحظ، ابتعدت عليه بسبب يعني النادي والكورة. فسبحان الله يعني استمريت في هذه الفترة، فجتني إصابة وأنا في النادي، جتني إصابة يعني في الكاحل. كانت إصابة صعبة وأنا ما كنتش يعني ندري إنها إصابة صعبة، فما قلت لاش حالي في ليبيا، سافرت لتونس درت العملية، وعلى أساس إني إن شاء الله خلاص بعد العملية رجعت ليبيا، التحقت بالتمارين مرة ثانية فما صار شيء. فسبحان الله كان سبب من الله عز وجل إني نترك النادي ونرجع للتحفيظ ونكمل القرآن. حاولت معاها بعلاج طبيعي بسفر بكذا فما صار شيء، حتى الدكاترة كانوا يقولوا لي أنت تشفى لكن إنك ترجع للنادي والتمارين البدني والتمارين كذا وكذا أنساه، يعني تلعب رياضة مرات خفيف جدا لكن إنك تمرن بدني يعني كتمارين يوميا ثلاث تمارين في اليوم، قال لي الموضوع يعني تنساه من ذلك. فسبحان الله لقيت روحي يعني الموضوع
رجع بي الخلوة التحفيظ والقرآن لا إراديا. سبحان الله. فتركت كرة القدم. مضرة النافع. أو مازال عندي عملية أخرى إن شاء الله. دي غصب عنه. تقول لي علي؟ آه. وعندي عملية ثانية إن شاء الله. سوي عملية؟ آه لأن. أنا وأنت جنب بعض. أنا رباط وأنت. آه لأن الدكتور آخر مرة قال لي للأسف. زيارة واحدة. المنظار بتاع الكاحل اللي أنت يعني لازم عمليتك. قال لي في الوطن العربي ما فيش. برا لازم. إيطاليا ولا ألمانيا. بس ضروري تمشي ايطاليا ولا المانيا. لا انا الحمد لله في السعوديه مليان اربطه. لان يبي المنظار. لان يبي المنظار بتاع الكاحل. لا والله يسوي العمليات حق الرباط. متفكرين الحمد لله ما احتاج سفر. لا هو مو انا ما يبيش يفتح هو يعني بموس او كذا. في منظار خاص بتاع ليش اخرها علي العمليه؟ والله طبعا مبلغها كبير جدا. هي كم تكلف؟ والله ممكن اكثر من ممكن تجي لل بالدولار. بالدولار 10,000 دولار ممكن. بسيطة إن شاء الله. بسيطة. بعد البرنامج. بعد البرنامج إن شاء الله نحاول. لأن هو آخر لقاء قال لي ما تخليهاش تزيد عن 3 أشهر لأن الموضوع يزيد. وأنا فات 3 أشهر و4. فسبحان الله كان سبب من الله إني نترك كرة القدم ونرجع للقرآن الكريم وكذا. وطبعا الفتوحات بعد ما كملت القرآن. سعدون عمل له عملية ومرجع تاني كرة القدم. لا خلي على كذا. أحسن. هات من عندك أبو دان. من عندك أنت نبي. لا لا. ابد ما تعد عليك ابد. لا حش دعوات كم دعوات كم الشفاء. اي الله يشفيك. حلوه الله يشفيك علي رجع. هات خصونا دعوه الشفاء يعني لرجلي ورجل ابراهيم النقي. امين الله. انا لان العمليه الاولى ان شاء الله. الله يشفيكم ويعافيك. يشفينا ابراهيم وعلي ومرضى المسلمين ويسعدكم دائما. كم تكلف عمليه؟ ونشوفكم نواره وقمر. كم تكلف عمليتي؟ كم تكلف ابراهيم؟ والله ما ادري بس البرد لك حلوه بالمعلومه. كاني رجل اعمال. إيه؟ كم تكلف عمليتك ابراهيم؟ الله ما شاء الله البيم حق مين اللي برا؟ المعلومه العمليه الاولى فشلت حق في راس. لا ان شاء الله سويت عمليه في من قبل سنه ونص في تونس ففشلت العمليه ويعني ما فيش اي فايده. فالثانيه ان شاء الله درتها في السعوديه؟ لا انا بديرها في السعوديه. تعال السعوديه على طول تقوم ان شاء الله. كلها يقطع خلاص ابراهيم. بالنسبه لعمليتك انت وعلي انا والله اتمنى يعني اكون جنبكم لكن اتمنى ان اكمل دراسه عشان اقطع لك. شيخ ناصر هات بنام سولف علينا تاك. لا 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 والله العظيم والله ما اسمع سواليفك. احتاج سواليفك انا. تبى الصراحه؟ خليتك بر بيننا كاش نسمع من الدغيري. يلا الله شوف بعد قلبي. والله أنا سويت مشاريع كثيرة يعني بالحياة. جميل. ومريت بتجارب مية بشوية لكن أخيرا السيارة اللي اليوم سوى ما أدري يقولها ولا ما يقول. لا لا ما يقول. نقولوها. لا فيها لا لا فيها شو اسمه نقولوها. لا لا سويت مشروع نقولوها. بحط مشروع دواجن. حلو حلو بيض يعني. والله بسوي مشروع بيض. مشروع انتاج دواجن. اسلم. دجاج وهذول اي شيء يركض على الارض. دجاج وبط. لكن مشروع الدجاج ما نجح معي لعده اسباب. اني دخلت على عماه كذا يعني بالمشروع. اشتريت دجاج قدحت. اي قدحت. اشتريت تقريبا 400 حبه. كم مات منهم؟ ابشرك ولا واحدة حيت. والله العظيم ماتوا كلهم. ماتوا اكلا ولا ماتوا جوعا؟ لا ماتوا مرض. ايه شباب انا شريت بالله ماتوا. والله العظيم 400 جميع طقة واحدة. وفي نفس اليوم. لا لا مو نفس اليوم. يمكن اخذوا اسبوع كذا وخلصوا قدامك كذا يتقلب وقف قف قف. تدخل بالعربية تشيل تحمل. ايوه اسلم. السبب هو انه دخل عليه نديك. دخل عليه نديك مريض. هو يفترض انه مثل المشاريع الكبيره ذي انك تقسم حظاير. ما تحط في مكان ما تحط العدد الكبير هذا بمكان واحد. إيه عشان لو حتى لو مرض شخص. لو مرض حظيره واحده فمرض مرض. لو جاء يعني لو جاءت مرضى اي لو جاءت مرضى لو جاءت مرضى تصير على واحده. فالحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل. وش صار بعدين علي؟ انتهيت من المشروع ذا خلاص مسحته من راسي. حلو. بس تخيل مشروعك الهدف حبه حبه وانت تلم مشروعك بالعربيه
طلع قوية. ما لحقتش ولا واحدة كلتوها ولا عادة. لا ما لحقنا كلها على طول قال كانت دجاج يا كذا دخل علينا الديك على طول كلهم مرضى حتى كبيرة كانوا كم واحدة غير كم حبة غيرت المشروع انتاج حمام جميل دخل عليهم سمانة والله جد انا حمام محشي ولا حي لا حمام حي وبيع انتاج الفراخ اذبحهم وعندي عامل وعندي جميل. محل الذبح وعندي الى الان الحمام يباع في السعودية الاكل للاكل ايه للاكل الى الان الفراخ ها بعد محل الان لا مو محل عندي بالمزرعة يعني فعندي مشروع وقاعدين نشتغل عليها الله يوفقك اي والله الحمد لله فمشروع الحمام نجح ابشرك الى الان حتى الان ما زال ما شاء الله نبي زوج بس اكيد زوز 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 يعني اثنين يعني حبة الزوج اخذته عمر من هذه التجربه الدرس انه لا تحط كل شيء جميع يعني لا تضع البيض كله في قفه واحده أيوة في سله واحده هذا ينكسر جميعا قسمت حظاير انا كل 30 كل 60 حبه مع بعض كل 60 حبة مع بعض بابا 60 كثير والله لا مين كثير الحمام مين كثير ما مشكلة وبتطيرهم بقى وتشاور لهم كده عمر ها تطيرهم وتشاور لهم لا 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 ما طيرهم دول مسكر عليهم للاكل دول والعبرة العبرة من قصتك كيف ما قال ناصر اعطاه كلمة هو العبرة من قصتك اللي هي اعطينا مقولة لك يعني قاعد اتكلم انا مو بغزة يعني لا لا جد احنا كل تجربة ختمناها مثلا أيوة. قلنا اذا كنت ذا عزيمة فكن ذا ارادة فمن فساد العزم ان تتردد وان قلنا لا تضع البيض كله في قفة من ترك شيئا لله جميل رائع جدا موضوعي انا يعني ما شاء الله لاني على طول انا بعد ما تخرجت بشهرين كنت موظف في قناة المجد الحمد لله الحمد لله على طول يعني الحمد لله انا موضوع يعني ان استغنيت عن القرآن وانت كنت يعني من اهل القرآن وكذا او غيره فكن يعني متأكدا أنك ستأتي يعني بالعكس جيد أولا سترجع إليه سترجع إلى الوراء إلا إذا رجعت القرآن ستظهر إلى الدنيا مرة ثانية ما شاء الله شيخ ناصر خذ بالك من كحلة أنا عندي تجربة هي جميل الاهتمام برامج برامج المونتاج يعني عموما برامج الفيديو أنا تخصص من جامعة لغة عربية مدرس لغة عربية تدريس بكالوريوس لغة عربية إيش اللي جابني الفيديو والمونتاج وهالأشياء ما أعرف كده صدفة دخلت في الكمبيوتر وشفت البرامج هذه الصغيرة اللي هي موفي ميكر واسماها كثيرة السلام عليكم السلام بعد قلبي والله بعد قلبي بحي حلب العسل حلب شكرا بس احلب ترى روح في سحلب والله جميل والله فاتك والله والله عالمي شوف كاستين شرب انت في لحظة من هنا لا لا اوه اسلم يا ابو ناصر اكيد اطيب سحلب هذا ابو سالم انطي بصلك يا حبيبي السلام ورحمة الله يلا يلا حي الله يبارك تفضل ما تكمل اي برد حياك حياك جيتكم تعال اسعد والله انا كشرف ناصر شباب قاعدين نتكلم عن التجارب سواء ناجحه او انك شاركت فيها وفشلت يعني يبدو اني هون اجلس إيه. السلام عليكم هذا الان وصلنا عند ناصر حجري يعني شد بالاساميكم يعني انا تخصصي تدريس فبدال عن اروح يعني وزارة التربية او سلك التعليم المدارس وكذا قررت اني ما ادخل هذا المجال السلام عليكم سلام سلام يا هلا سلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا لا لا العشاء يا شباب ظهرك عندي لكم مفاجأة وش هي مفاجأة اليوم في شيء غير طبيعي مسوينا المنشدين لا بقيادة ابراهيم النقيب لا تحل لا بقيادتهم هم كلهم بقياده المنشدين مع العبو ابراهيم النقيب وذكرنا ابراهيم بس ما بنقولها نخليها ما نحرق قم لا لسه طيف باقي الان وصلنا عند ناصر ناصر خليه يكلم خليه يكلم مني هنا ما جيب جيباني جيب اسلم هنا المهم يعني انت متخرج على شهاده والناس تسالك يعني تقول لك ليش انت ما توظف في نفس وظيفه الدراسه وكذا انا قلت لا ما اريد اذا دخلت سلك التعليم بموت كعاده اغلب المدرسين لا من رحم ربك فانا ما حبيت ان تكون نهايتي مدرس عادي في منطقه نائيه وبعيد وكذا قلت انا لا ما اريد قلت انا بسلك هذا المجال واجرب حظي فيه يعني كذا ضربه حظ ما اني انا محترف في المجال او شيء فاستمريت فتره تقريبا نص سنه بدون عمل فقط أتابع دروس في اليوتيوب وكذا واستشير ناس وخبرات وأعرض أعمالي عليهم
بديت أقدم الشركات كذا، قبلت الشركة بديت أعمل فيها لمدة تقريبا سنة ونص. كونت نفسي طبعا، هذه الفترة كلها يعني مدة سنتين كلها دراسة وتعمق في المجال وتطوير في المجال وكذا. حبيت التجربة، ما أقول لك إني أنا نجحت فيها، أنا ما زلت يعني أعيش التجربة، ما أسمي نفسي إن أنا نجحت فيها، بعدهم قدام كثير إني أنا عشان أتعلمه، لكن يعني أنا بغيت شيء وأصريت عليه، وبإذن الله رب يوفقني إني أنا أوصل للي أطمح له يعني، واللي أريد أقول يعني الشيء اللي أقول يعني الكمة والمفاد يعني من هذه التجربة، أنه إذا أردت شيء بإمكانك أن تحققه، فقط أعمل. أيوب أسلم، من بين التجارب التي عندي معها تاريخ طويل هي أنني أحب الاختراعات والاكتشافات. أنت مخترع. يا سلام. كنت الآن قلت فاعلية قليلا مع الإعلام مع الانشغال، ولكن منذ الطفولة الحمد لله كنت يعني أحب الاختراعات ومهووس بالاختراعات، كلما وجدت برنامج يعني خاص عن اختراعات أو صنع شيء ما تجد أتابعه، وكانت لي العديد من الأشياء التي مواقف كان في يوم من الأيام أنني أشعلت النار. فخطأ ببالي أن أخط النار على الأرض وتأتي النار وتشعل مع الحائط وتأتي مع الضج يعني حتى الإطاج الطابق الثالث. هكذا قال لي عقلي ووليت وفعلت ونجحت في المهمة. أيوب دقيقة عشان نفهم صح، أنت الآن هو يبي يوصل النار للدور مع الحائط، تريد توصل بالنار للدور الثالث مع الحائط. لا أتذكر الحادث اللي تحدث، فكان أحد ما يعني نازل من الفوق. عمارة نازل من الفوق وأنا مشتعل. يا حبيبي يا أيوب، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله حسب الجن. لا ولكن كان يعني كان لا هي تدفع يعني استعملت يعني مواد خاصة تنطبق بعد دقيقة ونصف تقريبا يعني حتى أن يعني نصف البيت لا هو مواقع الحمد لله نجحت، ولكن الموقف طايف وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعنده بدعي القرآن أنا ميت بالضحك. بسم الله يا أخي أنت عسل كذا تمشي على الأرض. الله يسعدك، عندنا كمان اختراع ثاني بالله، ذكرت الحديقة اللي جنبكم. لا وكان في بجانب اختراعات انني كنت مكبر الصوت، انني كنت انشأ اخترعت مكبر صوت يعني لوحدي من لا شيء. وين يوصل متر على متر؟ لا كان يسمع، كلما كانت الدائرة كبيرة كلما كان اقوى، فكنت استعمل خيط والفه على على على, على مسمار مثل مسمار تضع له بالطائر يصبح عيا، فالان اصبح عيا. العيار تضعه على مغناطيس، نعم مغناطيس تضعه على شيء مثل هذا وتخرج خيطين، الخيط من الأسفل ومن الفوق، فتضعه مثلا مع أي شيء يشتغل. واخترعت أيضا يعني ميكروفون، فالعديد الخريطة التفاعلية يعني بعض الأشياء نجحت بها في الإعدادي، كنت أحس فيها على المركز الأول. والشيء الذي أشتغل عليه الآن هو لا أريد أن أقوله لأنه هي مستنبطة من القرآن الكريم، لا هو كنت أود أن أصيح عنه في إحدى البرامج، ولكن نبهني أحد الإخوة قال لي بأنك إذا قلت يعني سمع الإختيار وعرف بأهميته قد يأخذه أحد مدى القلوب،
ويذهب ويسجل الاختراع في باسمه ولا ممكن لا يكون مسلم فيصبح يعني في صالح في صالح الغد. ومن بين الاصدقاء يعني الذين كنت استضفتهم مختار عيد انا كنت بما انني مولى بالاختراع كنت استضفت صديق اختار هاتف نقال يوصل رائحه هو مغربي يوصل رائحه مثلا ممكن ان تكون في محل تجاري لبيع اللوائح وتتصل بزوجتي تقول لها هل احببت هذا العطاء مثلا وتسمى رائحه من الهاتف فيها صديق لي بالمغرب اعطته فرنسا وامريكا تقريبا ما يعادل 300 مليون دولار ولم يقبل اعطاه الجنسي ولم يقبل وبقي في المغرب كانت شغال على المشروع شغال على المشروع ولكن كانت بعض مضايقات خصوصا انه على ما يحكى انه هناك شخص توصل الى الاختراع وتم اغتياله قبل 10 سنوات تقريبا فهو خائف من هذا ليس خائف ولكن هناك مضايقات له لكي لا يصل لكي يبوح بالسر المهم انه جرب الاختراع ونجح له يعني هذه من بين الاختراعات التي جذبت انتباهي عمر لو تأذن لي بس لما كان حبيبنا ناصر كمل وقال أنه الإنسان يعمل وإذا أردت شيء تحقق بإذن الله كان أيوه مباشرة علق بقول الله وقل اعملوا فسير الله عملكم والآية الشيخ العثيمين يقول هذا استدلال خاطئ لأنه هي الآية وسير الله عملك ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم الآن قد مات فلا يرى أعمالنا في الدنيا بعض الناس إذا جاء يقول لك اعمل ورا سير الله عملك ورسوله لا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا لأنه بعض الناس يحطوها حتى على لافتات محلات مثل أنه تسأل شيء في الدنيا يقول لك والدك موجود والله تقول الله ورسوله أعلم لا في الأمور الشرعية يمكن تقول الله ورسوله أعلم إذا سألتك وش حكم كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لكن في أمور الدنيا ما دام قد مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي الحي الله هو الحي الذي لا يموت فقط هذا تنبيه الله يسلمك العبارة اللي تستفيدها من التجارب احنا أخذنا عبارة في نهاية كل قصة يعني مثل ماذا هو قال إذا أردت تستطيع بإذن الله غزي قال من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه عمر البيض في سلة واحدة لا تضع البيض في سلة واحدة كن مدرك أنك إذا تركت القرآن وترجع يعني ستعود إليه أنا أقول لك يعني الشيء الذي ممكن لعب دور في حياتي أنني جملة تحفظ سأقول لك وأستنبط منها أنني الحمد لله لم أخذ ولا صفعة واحدة من عند والدي يعني كنا ثلاث إخوة لم يضربكم لا لم نضرب وهذا ما ترك لنا الحرية أكثر يعني في الإبداع وأن نفعل ما نريد يعني ربما تقول أيها الوالد اترك لابنك مساحة للإبداع خلاص إن شاء الله أيها الوالد اترك لابنك مساحة ليبدع جميل نبي الشباب يعني إحنا أمور لا سؤال أنا والله فقط تجربة يعني بالنسبة لي أشوف أنها جديدة وإني شاركت في برنامج تطوعي كبير جدا وضخم جدا بالنسبة لي فكانت تجربة جدا رائعة فكنا نقوم الساعة 8 الصباح ونرجع الساعة 2 في الليل وكأن الوقت ساعة واحدة لا إله إلا الله في قمة المتعة وقمة على قولتهم لأنه عمل التطوع فيه استشعار أكيد أنك اللي بتساعده حيكون أقل منك بمراحل محتاج يعني أكثر منك محتاج فكنا ندخل بيوت وكنا ندخل أماكن ومحلات وبعض المستشفيات والصيدليات اللي فيها المستشفيات أي نعم فكان في حالة صعبة حتى المدارس كذلك فلما كنا نشتغل في هذا المجال فأول مرة نشتغل في المواضيع هذه أسمع عن أعمال تطوعية وأنه مسافر وروح ويجو فكانت تجربة بالنسبة لي جدا قوية واستفدت منها شيء كثير فأنا أقول لك إذا أردت أن تسعد نفسك أسعد الآخرين الله أكبر السعادة في إسعاد الآخرين نعم. وأسعد من حولك يوسف. قبل أن تفقده يوسف راح يوسف مشرف نبوش أبو عطية عطنا تجربة شخصية والله يمكن تجربة تختلف عنكم معنا كان في مجال التربية والتعليم طبعا مدرس تربية فنية الله اكبر عليك وتخصص اساسا بكالوريوس تربيه فنيه الاساسي كنت ادرس تحفيظ القران الكريم تعرف مجال التربيه الفنيه عليه بعض
خذ راحك. نربط لكم السهرة اليوم. يعطيك العافية. اي والله. عليه بعض الأشياء أنك ما تنفذها في العمل ترى الرسم والتصوير وال. فكانت طبعاً من عشاق البيئة عامة يعني. فكنت أستخدم خامات البيئة. يعني شفت التراب هذا فيه ملايين الألوان. بس تحتاج أحد أن يكتشفها. يا سلام. فكنت أخذ طلابي وأطلع منهم إلى أقرب يعني جبل بيننا بين 3 كيلو 4 كيلو كنت أخذهم بعد إذن المدرسة والإدارة. وقلت تعال شوفوا الجبل هذا إيش فيه. فيقوموا يطلعوا لي حوالي 10-15 لون من عرق الجبل كذا. يا سلام. يعني الطريق طبعا يحضروا. لا منحوت أصلا هو في طريق عاملين. فكانت فرصة إنه تشيل الطلاب توريهم على أول على آية من آية الله تعالى والثاني إنه كيف يستغل البيئة. يا سلام. فكل كان نجمع في كل كيس لون. كل كيس لون نرجع ب10-15 لون. جميل. بدل من اشتري من ال من الأسواق ونكلف الطلاب بشراء وهذا نقول ما احنا في المدرسة كنا نشتري ألواح خشبية ألواح العادية البلكاجي المقاس 4 ملي وهذا ووزعها نقطعها إلى قطع ثم أعطي كل طالب قطعة وأعطيه مجموعة من الألوان. الألوان اللي موجودة عنده كيف نصنعها؟ نصنعها احنا بيدينا. ناخذ السبريه هذا وناخذ الرمل ناخذ النوع من الرمل اللي هو في الوديان رمل الوديان يختلف فيه حبيبات صغيره تمسك الالوان. نقوم نجيب منخل صغير وننخل عشان تكون كلها بدرجه واحده والثاني نحطه بدرجه ثانيه وثالثه ورابعه يعني حتى تكون عندنا ملامس عشان الطلاب يتلمسون الدرجه الادنى والاعلى والاعلى هكذا حتى نعمل اعمال يدويه نسميها. فنجيب السبريه ونجهز الالوان الاخضر والاحمر والاصفر طبعا ما تكون موجوده في الطبيعه بنفس خاصة في الألوان التراب هي موجودة عندنا في التراب البرتقاليات البنيات البيج يعني كثير من ألوان الدرجات هذه عد من الأصفر والرصاصي بعض الأماكن فيها رصاصي في الوديان تلاقي فيها رصاصي أسود إلى حد ما يعني لا بيظهر أسود منها ألوان لكن احنا نحطها ضمن الظل والنور نسميها مع الظل والنور. يا سلام. فالطلاب طبعا يستمتعون بهالتجارب الجديدة ملوا من عملية الرسم أرسم يجي المعلم في الفصل وقال فطلع كراستك يا ولد وارسم أرسم أرسم. طبعا المدرسة بهذا العمل استمرنا فيه حوالي 7 سنوات يشتغل المدرسة في التحفيظ من 1415-1422-1422 كنا نأخذ مراكز الأولى مو عارفين كيف اشتري التجربة اللي احنا نعمله وكيف أصداء الطلاب يعني من هالتجربة دي؟ أصداء الطلاب ما شاء الله تبارك الله صاروا الآن معظمهم يعني يعمل بالتجربة لحد الآن يعمل عليها ويطور فيها ما شاء الله. لنا تستخدم فيها الغراء الأبيض فقط والرمل ما نشتري غير الغراء والخشب غير كذا ما نجيبش. يا سلام. نقوم نعمل التشكيلات على الخشب نوف نعمل يعني المدرسة كلها عممنا فيها التجربة في كل الفصول وفيها مسابقات تعمل وصار الطلاب يتفننون في كيف تركيب الالوان وكيف يجيب لون جديد وكيف يمزج حتى بين الوان الرمل نفسه عشان يطلع درجه يمزج بين بعض الدرجات ويطلع درجه جديده. يعني انا كذا انبسطت وانا ادرس. المقوله من تخيل ان ما عندي مكان في المدرسه وين ادرس؟ بالشارع. مو بالشارع. لا بالحوش. حوش المدرسه كنت اجلس في ظل الشمس الصبح يعني مع شروق ايش اخذ حصص الاولى. تخيل والله ما عندي غرفة عشان درست فيها الطلاب. يا سلام. فكنا في ظل الشمس نجيبهم على برا في الحوش كذا في رصيف اجلس على الرصيف افرش لهم كذا احط لهم الالوان وذا وخلص وخلاص اوسخ زي ما تبغى بس بعد ما تخلص تعلم ونظف ونشيل الالوان الصالح ناخذه والباقي نوديه. يا سلام. فالحقيقة تجربة يعني انا اعتز فيها ووفرت على المدرسة كثير من المبالغ وعلى الطلاب ايضا كثير من المبالغ فهي يعني استغل ما حولك. يا سلام. استفد من كل ما حولك لا تعتقد ان شيء ما يفيدك استفد من ما حولك. جميل. استفد من ما حولك. طيب اخونا محمد في تجربه شخصيه على عجاله يعني على عجاله تجربه شخصيه صراحه ما اخفيكم انا من وقت عمري كان 18 سنه وفوت في مشاريع كانت اول خساره لي بمشروع انطلقت فيه كان عمري 19 سنه المشروع عبارة عن موقع الكتروني للتجارة الالكترونية كانت في سنة 2000 كبرى. الجميل في الموضوع انه اللي انسان بيخسر $20,000 وعمره 19 سنة يعني هذا خلاص تحطم امله نهائيا في الحياة ولكن وجود الوالد والوالدة الله يخلينا ياهم الله يسلمك رب وجود الدافع طبعا انك انت لازم تكون مؤثر وصاحب شيء على هذه الدنيا تترك بصمة. دعاني أن أعمل في 6 شهور الثانيات
يعني أول 6 شهور أنا رذلتهم في مشروع، هذا المشروع خسر. 6 شهور المقابلين بعد عندك شهر، الشهر هذا انكسرت فيه خلاص، أنا كنت في حالة سيئة جدا. 6 شهور بعدها يعني خلال سنة وشهر وفيت $20,000 اللي كانوا علي بعمل بسيط جدا، وهو بيع السيديات. نزلت أنا بقول نزلت ميداني وصرت بيع سيديات بالمحلات. فالعملية هي خلال 6 شهور إنك أنت ترجع تطلع $20,000، كانت أنا وصل عمري تقريبا 19.5، طلع $20,000 توفي المبلغ اللي عليك. فهو كان فعلا قمة التحدي. التجربة إن قمة التحدي وقمة التجربة إنك ثق بالله عز وجل، وإن منعك أعطاك. فهو إذا منع عنك شيء فيعطيك. أنا استفدت من الموضوع كليات إنه أعطاني تجربة فعلمني. نحن نقول بالشامي إنه تعلم من كيسه. يعني أنا من نفسي تعلمت شو اللي صار معي، وقعت في المطب وقمت تماما. فاستفد دائما، وحط في بالك أنك كيف هي نظرتك للأمر راح تكون إجابتك، واطلب بصدق تجاب بصدق. الله يعطيك العافية. الله يسلمكم يا رب. أشكر لكم بزورك يا حبيبي. حبيبيني والله، لكن الوقت أدركنا. أسعدتنا والله. ودنا نسمع من أبو حيدر، ودنا نسمع من والله عبد الرحمن ومن عبد العزيز. نجي متأخرين. إيه والله والله ودنا. مش مشان عبد العزيز نقول شو الموضوع. لكن سمعنا المقولة الأخيرة. لكن صدقاً دلوقتي. شباب صدقاً كان موضوع هام جداً في مجال ناصر. أنا يعني موضوع ما فكرتش فيه أبداً ولا يوم إلا بعد عرض علي الموضوع، قال لي شنو التجربة اللي كانت، فخطر في بالي طول التجربة مع أني ما عديتش أي شيء. وأعتقد حتى الشباب يعني ما فيش يوم سألت يعني مثل هذا السؤال. نحييك وبارك الله فيك. الله يسعدك يا رب. يسعدك يا رب. يستاهله يستاهله يستاهله. لا 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 يا لا 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 يا لا قلع. طيب جاي شكرا علي. صراحة جلستكم كانت رائعة، كانت منقول عندنا على الهواء. والله تمنيت اني احضرها. والله يا ليت. والله الله يسعدك. لا ابو حذيفة علي يعطيك العافية. والله ابو حذيفة لكن احنا حضرنا هنا. طيب حضرنا هنا عشان التوزيع. اه الله يعينك. كويس. لا لا اقول لك